رمضان شهر مشهد بالملايين. آخر سؤال، يمين ولا شمال؟ تخافيش شمالك خفيف. مش عارفة ليه خايفة من اليمين أنا. براحتك، خليكي في الشمال. خلينا شمال، خلينا شمال. قلقانة هتتاخد عليكي في السوشيال ميديا، دينا سكتها كلها شمال. مش مهم ولا فرق معاها، يقولوا ما بيهماش. مين بترقص أحسن، فيفي عبده ولا لوسي؟ بصي مفيش حد عمل اسم وكان شبه حد. أيوة، تعالي لي بقى جاوبيني بقى على السؤال ده. انتي يا دينا في قاعدة من القعدات قلتي ان كل رقاصة بينقصها حاجة، قلتي كده ولا لأ؟ طب انا هقولك اسماء وكل اسم راقصة هتقوليلي بكلمة واحدة ناقصها ايه، سريعة من غير تفكير. يلا، سامية جمال. لا دي ما كانش بينقصها حاجة خالص. فيفي عبده. لو كانت ما بتتخنش. لوسي. لوسي حبت التمثيل اكتر مره. تحيه كاريوكا. الزمن اللي اتوجدت فيه كانت الخطوه ضيقه، لو كانت اتوجدت بعد ساميه جمال كانت بقت اقوى. زينات علوي. تخن. تخن. سهير زكي. انا بشوفها ايقونه، بشوفها هي كده. نعمه مختار. لا 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 دي فظيعه. بينقصها ايه؟ ما ينقصهاش طول شويه، لو هيتم. كانت طويله التخن. زيزي مصطفى. لا ناقصها كتير. طيب اسئله